بلغت نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية الجزائرية 48.03% داخل البلاد و 19.57% بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج عند غلق مكاتب الاقتراع على الساعة 8 من يوم أمس السبت، حسب ما أعلنه اليوم الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. آخر المعطيات الجزئية التي نفيد بها، يعني بالنسبة للخارج النسبة على الساعة 8 إذن محليين وصلت 19.57%، وهو معدل نسبة المشاركة الأولية. معدل نسبة المشاركة الأولية فيما يخص داخل الوطن بالطبع على 8 بتوقيت الجزائر، يوصل معدل نسبة المشاركة الأولية إلى 48.03%.